أول شيء بنحب نشكرك مهندس محسن على استضافتك لنا في مكتبك. بنحب بس نعمل انترفيو صغير معك. نحب نسألك كم سؤال على أسئلة على طبيعة العمل معنا في شركة كوب. نسأل من متى بلش ارتباطنا بشركة كوب؟ أول تعامل كان لكم معنا؟ بالبداية أحب أشكرك وليد على هاي الاستضافة. طبعا احنا علاقتنا بترجع مع كوب من 2018 في مشروع السمير. في بداية المشروع كان عندنا شغل كتير بالديوترينج في شارع ابو هامور على ما اعتقد. ومن يوميتها احنا بلشنا صراحة الكوبريشن مع بعض، وكانت فترة يعني بصراحة لبيتوا فيها المطلوب منكم الزيادة، وكانت على اعلى مستوى، والشغل ما شاء الله كان بيشهد له كمان جماعة اشغال. وانتم جماعه يعني من الناس اللي بتلبونا بسرعه، يعني حتى without written instruction كنت بتلبونا، فهي هي العلاقه اللي بيننا وبينكم حاليا. المشروع كان اغلب المشاريع اللي كانت عملتوا معها في كان المسامير، ومشاريع في مشاريع اخرى كانت غير مشروع المسامير على علمي. كانتوا شغالين مع مشروع المطار. نعم. مع سي سي، واعتقد انه عملتوا يمكن شغل كبير هناك. نعم. احنا بالنسبه لنا هون انتوا معانا من 2018 في مشروع بسمير، وانت لغايه اليوم انتوا موجودين معانا. نعم. وين في شغل حتى كمان اللي اضافي بالنسبه لمشروعي، انتوا كمان موجودين في الشغل. صحيح. ودليل على ذلك اللي هو السل ورود. نعم. الاندر باسز. نعم. مؤخرا الشركه الام المحار القابضه اندرجت تحت سوق الاوراق الماليه في قطر. طب هذه اخبار كويسه يعني. اذا بتحب توجه كلمه يعني بصراحه مبروك، هذه خطوه متقدمه جدا. لازم الشركات الكبيره دائما تتبع هذا الاسلوب. وبالاخر اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبحب اذكر انا بصراحه اللي تعاملت معاهم في المشروع من جانب كوب، طبعا حضرتك المهندس وليد وفي مهندس ريان. فما شفت منكم الا كل الخير والمساعده وتلبيه المتطلبات المشروع، حتى في ايام المطر والامرجنسي كنتوا تلبونا. فاتمنى التوفيق للشركه تبعكم. الله يسعدك. شكرا كثير لك. شكرا. السلام عليكم. ثانك يو.